السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ النهارده ان شاء الله هناخد يعني حاجه سريعا كده، علشان طلبت مني كتير ازاي نسمي الاسنان، ودي تعتبر جزء من الانترودكشن بتاعنا في الهيومن دنتيشن او ماده الدنتال اناتومي. طيب، اول حاجه بالنسبه لموضوع تسميه الاسنان، احنا زي ما احنا شايفين احنا عندنا طبعا الاسنان بتنقسم الى ديسيدوس وبيرمننت، تمام؟ فاحنا هناخد تسميه الاسنان البيرمننت، تسميه الاسنان الديسيدوس. احنا في طبعا حاجات مشتركه بين الاثنين، في اختلافات هنفهم ده كله. طب احنا عندنا عدد الاسنان البيرمننت بيكونوا حوالي 32 سنة. ال 32 سنة دول لو قسمناهم الى upper او maxillary arch و lower او mandibular arch هيبقى 16 و16، كل arch منهم لو قسمناه 2 هيديني quadrant و quadrant 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 زي ما انتم شايفين 4 تربع، كل quadrant منهم بيبقى فيه حوالي 8 اسنان. طيب بالنسبة لموضوع تسمية الاسنان، هي الاسنان بتتسمى ازاي؟ الاسنان بتتسمى بأربع حاجات، يعني زي ما يكون حد بيقول الاسم بتاعه رباعي، بس الفرق ان انت لما بتيجي تتسم، يعني لما بنيجي نقول اسامينا احنا بنبدأ بالفيرست نيم اللي هو اسمك، وبعد كده اسم الاب، اسم الجد، وفي الاخر الاسم الفاميلي نيم او اسم العيلة. لا، احنا الاسنان العكس، الاسنان بنبدأ باسم العيلة وبعد كده العكس، يعني لحد ما نوصل الى اسم السنة ذات نفسها. طيب هي العيلة اللي عندي هنا في الاسنان اللي هي ايه؟ انا عندي عيلتين في الاسنان، عيلة الماكسيلري او الابر ارش، وعيلة المانديبلر او اللور ارش. لو بصينا هنا كده هنقول ان الاسنان لما بنيجي نسميها بنسميها اول حاجة اكوردنج لاسم العيلة اللي هو الارش الى ماكسيلري ومانديبلر. يبقى اول حاجه انت بتحدد لي السنه اللي انت عايز تسميها دي موجوده في الماكسيلا فهتبقى ماكسيلري، او موجوده في المانديبول فهتبقى مانديبولر. تاني حاجه احنا عايزين السنه دي في القرش مكانها فين، يعني لو فرضنا ان هي في الماكسيلري هل هي يمين ولا شمال، رايت ولا ليفت؟ وزي ما احنا عارفين ان احنا في الرايت والليفت واحنا بنسمي الاسنان احنا بنتعامل على المريض او بنتعامل على الشخص اللي قدامنا، فاحنا مش بنقول رايت وليفت اكوردنج لينا احنا، لا احنا بنقول رايت اللي هو الرايت بتاع المريض، وليفت اللي هو برضو الليفت بتاع الشخص اللي احنا بنسمي الاسنان بتاعته. طيب ده بنسميه السايد، والسايد ده بيكون يا اما رايت يا اما ليفت. طيب تالت حاجة السنة اللي انت بتسميها هل هي تسيدوس ولا بيرمننت، ودي بنقول عليها الست، بيرمننت اور ديسيدوس. طيب واخر حاجة خالص هي تسمية الاسنان ذات نفسها، دي بنقول عليها الكلاس. والاسنان اما انها بتكون anterior او posterior، anterior يعني اسنان امامية او posterior يعني اسنان خلفية. الانتيريور اللي هما مين؟ اللي هما الانسايزورز والكناين. اما البوستيريور بيكون البريمولرز والمولرز. طيب ده كلام جميل، تعالوا بقى نطبق الكلام ده عملي. ادي الاسنان زي ما احنا شايفين، انا عندي الاسنان لو فتحنا الاورال كافيتي او فتحنا بق اي حد هنلاقي الاسنان مرصوصه بالشكل ده، 32 سنه بينقسموا الى 16 او 16 ابر او ماكسيلري و16 لور او مانتيبولر. لو قسمنا كل ارش، ليه بنقول عليه ارش؟ لانه شبه قوس زي ما انتم شايفين، لو قسمنا كل ارش من دول الى نصين فكل نص منهم او كل سايد منهم هيبقى رايت وليفت، وتحت برضه هيبقى رايت وليفت، تمام؟ وبعد كده اهم حاجه ان احنا نحدد السنان اللي احنا بنسميها دي هل هي بيرمننت او ديسيدوس، وبعد كده بنقول اسم السنه ذات نفسها. طيب اذا انا عندي لو انا خدت ربع واحد من الاربع تربع دول فانا كده اقدر اسمي بقيه الاسنان، لانه الاسنان اللي موجوده هنا هي نفسها اللي موجوده هنا، والاسنان اللي موجوده هنا هي نفسها اللي موجوده هنا، وبرده لو احنا خدنا بالنسبه للابر واللور فاحنا عندنا هنا في تو انسايزرز هنلاقي هنا برده تو انسايزرز، عندنا هنا كناين هنلاقي قصاده كناين، عندنا هنا تو بريمولرز، هو نفس الكلام لحد ما نكمل الاسنان كلها. فزي ما احنا شايفين ان الاسنان ك ك ك ككاتيجوري او ككلاس متقسمه الى الفصائل بتاعتها متقسمه في الربع الواحد ومتكرره في الاربع تربع، تمام؟ طيب الابر هيبقى السنان هي نفسها ميرور ايمج، اللور برضو بالنسبة للور اللي زيها تبقى لور ميرور ايمج، بينما طبعا لو احنا بنقارن upper من lower هما هيبقوا مختلفين في الشكل لكن نفس الوظيفة ونفس الاسم. طيب تعالوا نسمي الاسنان اللي موجودة هنا. اول سنة عندي خالص اللي هي وانا داخل من عند الميد لاين
بقابل اول سنه خالص. اول سنه دي اسمها سنترال انسايزر. انا عندي 2 انسايزرز موجودين هنا، تمام؟ طيب التو انسايزرز دول ليه سميناهم انسايزرز؟ ان هم وظيفتهم ان هم يعملوا انسايزنج للاكل، عشان كده هم بيعملوا انسايزنج يعني قطع للطعام. اذا هم فايدتهم ان هم يعملوا جزء الانسايزنج ده، عشان كده سميناهم انسايزرز. طيب انا عندي واحد في النص سميته سنترال انسايزر، واحد من الطرف او ناحيه بره فسميته اللاترال انسايزر. طيب ده كلام جميل. بعد كده بدخل على سنه اللي بعدها على طول، والسنه دي بتكون شبه الانياب بتاعه الحيوانات اللي بتاكل اللحوم. وفايده الانياب ايه؟ ان هي تعمل تيرنج للاكل، يعني تقطيع لل او نهش للطعام او للحمه، علشان كده احنا بنقول عليهم الكناينز. دول اسنان برضو يعني ليهم شكل خاص بيهم، وبيبقى في كل كوادرانت في ناب او كناين واحد، وزي ما احنا شايفين الاورال كافيتي كله بيبقى فيه 4. طيب اما بعد كده لو دخلنا هنلاقي نفسنا داخلين على البريمولرز. طيب ممكن نستنى على البريمولرز شويه، ندخل على المولرز. المولرز دول هم زي ما انتم شايفين بيبقى سطحهم عريض جدا، ان هم بيعملوا قصاد بعض، بيعملوا زي يعني طحن للطعام او ماستيكيشن او جرايندنج للاكل. الفكره في المولرز ان هم بيبقى سطحهم عريض علشان يقدروا يطحنوا الاكل بصوره كويسه. طيب فالمولرز زي ما احنا شايفين عددهم 3، عشان كده لما بنيجي نسمي المولرز بنقول برضو واحنا جايين من عند الميد لاين ماشيين في اتجاه الايه اخر سنه ورا خالص، فبنقول اول مولر بيقابلنا بنقول عليه فيرست مولر، تاني مولر بنسميه سكند مولر، اخر مولر بنقول عليه الثيرد مولر، تمام؟ طيب نيجي بقى للبريمولرز، نرجع لهم تاني. البريمولرز دول ما بين الكناين والمولرز. طيب هما ليه يعني البريمولرز احنا خليناهم للاخر؟ لان هما بيقوموا بوظيفه الاثنين. هما شكلهم من قدام بيكونوا شبه الكناين، فبنقول عليهم ان هما بيعملوا تيرنج للاكل، بلس ان هما بيساعدوا المولرز في الوظيفه بتاعه المولرز. لو بصينا عليهم من فوق زي ما احنا شايفين كده هنحسهم زي ما يكونوا مولرز صغيرين، عشان كده احنا سميناهم بريمولرز يعني ما قبل المولرز. طيب بما ان انا عندي 2 بريمولرز، فانا هسمي البريمولر الاولاني وانا جاي من عند الميد لاين فيرست بريمولر، وهسمي البريمولر الثاني سكند بريمولر. طيب ده كلام جميل جدا، ماشي. طيب ناخد بقى دلوقتي اي سنه كمثال ونبدا نسميها. طيب سي ان انا خدت السنه دي كمثال. طيب اول حاجه انا عندي السنه دي موجوده فين؟ السنه دي موجوده هل هي ابر ولا لور؟ هل هي ماكسيلري ولا مانتيبلر؟ هل هي هنا وضعها ايه؟ ماكسيلري. يبقى اذا اول حاجه هكتبها ان السنه دي ماكسيلري، تمام. طيب ماكسيلري رايت ولا ليفت؟ يبقى دي تاني نقطه انا بفكر فيها، ماكسيلري رايت ولا ليفت؟ هبص هنا الاقي ان انا في السايد الرايت بتاع بيشنت، يبقى ماكسيلري رايت. تالت حاجه هل هي بيرمننت اور تيديوس؟ طبعا زي ما احنا شايفين بسهوله جدا نقدر نعرف من شكل الاسنان ومن عددهم ان هي بيرمننت. وانتوا طبعا بعد كده هتزهقوا من شكل الاسنان وهتبقوا عارفين كويس قوي الفرق ما بين الاسنان بيرمننت وديسيديوس. واخر حاجه بقى خالص بحط اسم السنه ذات نفسها. طيب انا عندي هنا 2 انسايزرز، ده اول انسايزر قريب من ميد لاين وهو اللي في النص بالظبط، عشان كده بقول عليه سنترال انسايزر. طيب ده كلام جميل. طيب عايز اسمي سنه تانية وليكن مثلا السنه دي. طيب السنه دي هسميها ايه؟ برضو زي ما احنا شايفين انا هبدا اسمي من اسم العيله وبعد كده اسم الجد والاب لحد ما اوصل لاسم السنه ذات نفسها. العيله عندي دي ماكسيلري ولا مانديبولر؟ اه دي سنه ماكسيلري. طيب رايت ولا ليفت؟ ليفت سايد. بيرمننت ولا تيديوس؟ اكيد طبعا بيرمننت. واخر حاجه السنه دي الفصيله بتاعتها ايه؟ هي من فصيله المولرز. طيب انهم مولرز يوم فيرست ولا سكند ولا ثيرد؟ اكيد طبعا زي ما احنا شايفين واحنا جايين من عند الميد لاين ده اول مولر بيقابلنا، يبقى ده الفيرست مولر، تمام. كلام جميل جدا. ناخد برضو مثال على اللور. لو خدنا السنه دي كمثال، السنة دي أول حاجة مانديبولر. طيب رايت ولا ليفت؟ هتبقى رايت طبعا. بيرمننت. وآخر حاجة فصيلة السنة ذات نفسها، زي ما احنا شايفين أنا عندي 2 انسايزر وكناين وفي 2 بريمولرز، يبقى دي بريمولر من التو بريمولرز. البريمولر ده
هو الفيرست ولا السكند؟ انا جاي من عند الميد لاين، ادي الفيرست، يبقى ده السكند بريمولر. اخر مثال معانا النهارده ده مانديبولر رايت ولا ليفت؟ هيبقى ليفت. بيرمننت، وطبعا زي ما احنا شايفين هو ده بيبقى سنه وحيده قائمه بذاتها، يبقى كاناين. ده السنه الكاناين، عشان كده لا بنقول فيرست ولا بنقول سكند، هو سنه واحده بس، فبنقول اسم السنه ذات نفسها. كده يبقى احنا خلصنا طريقه ازاي نسمي الاسنان. هنبص برضو على الاسنان الديسيديوس، طبعا في النقله دي انت هتجيب النقله على طول. ماشي، زي ما احنا شايفين هنا معانا الاسنان الديسيديوس، وزي ما احنا قلنا الاسنان الديسيديوس بتتسمى برضو بنفس الطريقه، برضو اسم العيله الكبيره، هل هي ماكسيلري او مانتيبولر، ابر او لور، وبعد كده بنقول رايت اور ليفت، وبعد كده طبعا زي ما احنا عارفين ان هي الاسنان الديسيديوس، يبقى احنا نقول ديسيديوس، وبعد كده اسم السنه ذات نفسها. طيب انا عندي في الاسنان الديسيديوس ايه الكلاسز اللي موجوده معايا، او ايه فصائل الاسنان اللي موجوده معايا في تركيبه الاسنان الديسيديوس؟ انا عندي هنا زي ما احنا شايفين عندي في عندي سنترال اند لاترال انسايزور، عندي اثنين انسايزور، وبرده عندي كاناين، وبعد كده ما عنديش بريمولرز، عندي على طول دايركت على طول في مولرز، وعندي عشان حجم البق او الفك بتاع الاطفال بيكون صغير، فانا عندي جاست بس اثنين مولرز، فيرست اند سكند مولر. فيرست لانه اول ضرس بيقابلني وانا جاي من عند الميد لاين، وبعد كده السكند اللي هو اخر واحد في الاورال كافيتي. تمام، طيب لما نيجي نسمي الاسنان هناخد برده مثال سريع للموضوع ده. ايه المثال السريع اللي احنا هناخده؟ هنقول مثلا سي السنه دي، السنه دي لو حبينا نسميها نقول عليها ايه؟ هنقول عليها ماكسيلري ماكسيلري. طيب هل هي رايت اور ليفت؟ هي ليفت. طيب هل هي بيرمننت اور ديسيديوس؟ هي طبعا قطعا هي ديسيديوس. هي واحدة من التو انسايزورز، تمام، هي البعيدة عن الميد لاين يبقى هي اللاترال انسايزور، لو هي القريبة للميد لاين يبقى هي السنترال انسايزور، هي أن واحدة فيهم هي البعيدة، عشان كده بنقول عليها لاترال انسايزور. ناخد مثال تاني برضو أخير، ناخد السنة دي، لو خدنا السنة دي، السنة دي upper or lower أو maxillary or mandibular؟ أكيد طبعا mandibular. السنة دي مانديبولر ليفت اور رايت؟ رايت. وطبعا ديسيديوس. واخر حاجة السنة دي الفصيلة بتاعتها ايه؟ دي فصيلة المولرز، فانا عندي اتنين مولرز، هي تاني واحدة يبقى هي السكند مولر. بكده نكون خلصنا طريقة التسمية بتاعة الاسنان، وإن شاء الله الفيديو الجاي هنشوف مع بعض طريقة إزاي نرقم الأسنان علشان نقدر نتعرف على الأسنان بطريقة أسهل، ويبقى التعامل ما بيننا أسهل، بدل ما نقعد نقول كل الاسم الطويل العريض ده، لا إحنا جاست بس إن إحنا ندي لكل سنة رقم، فتقدر تعرف السنة المقصودة من خلال الرقم بتاعها. أشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله في الفيديو الجاي مع ترقيم الأسنان Teeth Numbering System.